سوف نقوم الآن بشرح شاشة سندات القبض في برنامج المحاسب الأول. يتم الدخول إليها من قائمة العمليات سندات القبض. سؤال: متى نستخدم شاشة سندات القبض؟ الجواب: يتم استخدام سندات القبض في الحالات التالية: عند تحصيل أو استلام دفع من الديون التي على العملاء، عند بيع الأصول نقدا أو بشيك، سواء سندات القبض كانت نقدية من الصندوق أو شيكات من البنوك، عند الحصول على قرض من غير أو سلفة أو عربون مقدم، عند تحصيل الفوائد الدائنة لدى البنوك أو الحصول على إيرادات نقدية مثل الإيجارات أو غيرها من الإيرادات غير المتعلقة بالنشاط كقاعدة عامة، عند تحصيل أي مبلغ يتم إيداعه الصندوق لابد من عمل سند قبض، وعند تحصيل أي شيك أو أي مبلغ يتم إيداعه في البنك لابد من عمل سند قبض شيك. الآن سوف نقوم بضرب أمثلة على سندات القبض. مثال: تم تحصيل مبلغ مثلا 50,000 ريال من محلات الوراق كدفعة من الحساب التي عليه. في مثل هذه الحالة نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم نختار نقدا، نقوم بالضغط على F9 ونحدد الصندوق مثلا ريال يمني، نقوم مثلا بكتابة المبلغ 50,000 ريال. بيان الصندوق: البيان الذي هنا هو معناه استلمنا من محلات الوراق، محلات البراق. الآن سوف نقوم بإدخال رقم حساب العميل، لأن الجزء العلوي من سندات القبض نقوم بإدخال الصندوق، الجزء السفلي يتم فيه إدخال الحساب المتأثر الذي هو العميل. هناك طريقة لإنزال العميل، إما عن طريق رقم الحساب F9 واختياره مباشرة بالضغط مرتين، أو عن طريق الاسم ثم نكتب إيش دفعة من الحساب، ثم في قائمة المبلغ نقوم بعمل المبلغ، ثم نقوم بعد ذلك بعملية الحفظ. إذا أردنا أن يظهر رصيد العميل في التقرير نقوم بالضغط على هذا الزر ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن نقوم بطباعة، إذا في حالة ارتباط الجهاز بطابعة نقوم بالضغط نعم، أما في حالة العمل على استعراض السند فقط نقوم بالضغط على لا. سوف يظهر سند القبض بالطريقة التالية: استلمنا من الأخ محلات الوراق سند قبض نقدا صندوق، دفعة من الحساب، يتم التوقيع من الصندوق، المحاسب، المدير المال، ثم يتم طباعته. الآن سوف نقوم بعملية التأثير المالي لهذا السند، وذلك من خلال الذهاب إلى قائمة العمليات الترحيل سندات نقدية، نقوم باختيار قبض ثم نحدد الصندوق بالضغط على F9 صندوق. إذا أردنا أن نستعرض السند الذي قمنا فقط بالزر الأيمن، الآن نقوم بعملية الحفظ والترحيل. الترحيل: لمعرفة هذا التأثير يتم الدخول إلى التقارير المالية، كشوفات الحسابات، الحساب الفرعي. يتم إدخال حساب الوراق بطريقة، إما عن طريق رقم الحساب أو الاسم مثلا الوراق ثم F9 أو عن طريق الرقم في حالة عدم المقدر، عن طريق الرقم F9 سوف يظهر جميع العملاء. نختار إيش نسحب وسحب، ثم نقوم بتحديد التاريخ، ثم نقوم بعمل الطباعة. سوف يظهر لنا هذا المبلغ الذي عليه قبض نقدي دفعة من حساب من الحساب. سنقوم الآن بضرب مثال آخر. مثلا: تم بيع أصل من الأصول نقدا، نقوم بعملية سند قبض، الضغط على زر إضافة، نحدد نقدا، F9 صندوق مثلا 3 مليون ريال كمثال. مثلا بعنا سيارة، نقوم بالبحث عن طريق الاسم، نكتب سيارة ثم F9 سيارة هايلوكس، البيان عفوا هنا F9 سيارة، نقوم بإلغاء هذا البيان. ايش بنكتب؟ بيع سيارة هايلوكس موديل 2012 مثلا، مبلغ كم؟ مبلغ 3 مليون. ثم نقوم بعملية الحفظ والترحيل، اتباع إذا أردنا استعراض القيد
او سند القبض، ثم نقوم بعملية ايش؟ الترحيل المالي. الترحيل سندات نقدية، قبض، حدد الصندوق الضغط على F9، ثم التأشير عليه، عملية ايش؟ ولمعرفة القيد المحاسبي الذي سينفذه النظام آليا في سندات القبض، نحن نعلم أن سندات القبض معناته أن الصندوق يزيد والحساب المتأثر يقل. نستطيع معرفة القيد المحاسبي من خلال دخول التقارير اليومية العامة، ثم نحدد مثلا سند قبض، نوع التقرير مثلا حسب أرقام الوثائق، ثم نقوم بتحديد التاريخ مثلا من بداية السنة 3/9، ثم نقوم بالطباعة. ثم نقوم بعملية ايش؟ الطباعة. نلاحظ هذا القيد المحاسبي من حساب الصندوق القيد سند القبض الأول تاريخ 16/9، من حساب الصندوق إلى حساب محلات الوراق، مدين صندوق زاد، العميل قل، وكذلك بقية ايش؟ عمليات الحسابات. الآن سوف نقوم بتنفيذ سند قبض لكن شيك. نتبع نفس خطوة سند القبض في حالة الصندوق. مثال: تم تحصيل شيك من محلات الوراق كدفعة من الحساب مسحوب مثلا على بنك التضامن الإسلامي. في مثل هذه الحالة نقوم بالضغط على الإضافة وتحديد رقم البنك بالضغط على F9 مثلا، مثلا بنك مثلا بنك شباب الإسلامي دولار مثلا، سوف يظهر سعر التحويل المبلغ مثلا $1000 كمثال، البيان مثلا سوبر ماركت الهدى كمثال، الهدى مثلا رقم الشيك 50. نقوم الآن بإدخال سوبر ماركت الهدى بالبحث عنها، سوبر ماركت الهدى، البيان، دفعة من الحساب موجب شيك، دفعة من حساب موجب شيك رقم مثلا 50، المبلغ الذي سنقوم بإدخاله $1000، ثم نقوم بعملية الحفظ، ونقوم بعد ذلك بعملية الترحيل من خلال عمليات الترحيل، سندات نقدية، المعذرة، سندات بنكية، ترحيل سندات بنكية. نقوم بتحديد البنك طبعا هو سند قبض، البنك بالضغط على F9، بنك شباب الإسلامي دولار، يظهر مباشرة من أجل استعراض هذا السند. نقوم بالزر الأيمن، ولمعرفة القيد المحاسبي المنفذ يتم الدخول اليومية العامة، سند قبض، حسب حد التاريخ مثلا، ثم نقوم بالطباعة. نلاحظ ماذا؟ القيد المحاسبي سوف يكون من حساب سوبر ماركت، من حساب بنك سبا الإسلامي دولار إلى حساب سوبر ماركت الهدى. أما خطوات البحث على سندات القبض فيتم فقط بالضغط على زر البحث، ثم تحديد نقدا، تحديد رقم الصندوق مثلا، ثم جعل مؤشر، ثم الضغط على F9. نلاحظ أن جميع السندات لا تظهر. السبب في ذلك أنها مرحلة، من أجل أن نقوم بإظهارها وتعديلها لابد من عملية إلغاء الترحيل، يتم الدخول إليه من قائمة التحكم، إلغاء الترحيل، سندات نقدية أو بنكية مثلا، سند قبض، نقوم بتحديد رقم الصندوق F9، ثم نقوم بالتأشير على إلغاء الترحيل مثلا القيد رقم 3، ثم نذهب إلى العمليات سندات القبض، بحث، تحديد الصندوق F9، ثم ماشي، ثم F9. نلاحظ ماذا يا شباب؟ أن القيد الآن أستطيع أن أقوم بعمل التعديل، فقط أضغط على زر التعديل ونؤجل الحساب كيفما نشاء، ويتم تطبيق نفس عملية البحث على سندات القبض شيك. شكراً.